دكتور عبد المنعم، في البداية بعد مرور أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كيف ترى المشهد؟ وهل تتوقع انتهاء الحرب قريبا أم أنها ستكون طويلة الأمد؟ يعني عمرنا بنعرف، ما فيش حاجة في العلم بتقول لنا إمتى حرب بتنتهي. يعني عندنا حرب أوكرانيا داخلها على السنة، نهاية السنة الثانية أو في 24 فبراير اللي جاي، وهنخش في السنة الثالثة. يعني لا يوجد حد قدر لا شرقا ولا غربا انه يتنبأ امتى هذه الحرب هتقف. يعني وهي حرب ثقيلة، يعني لانها ما بين بلد نووي وبلد مؤيد من عناصر نووية كثيرة، ففي يعني العنف هناك كان شديد، الإزاحة والخروج الأوكرانيين من بلادهم دخلوا في 6 مليون تقريبا، فيعني المأساة كبيرة هناك، ومع ذلك ما تزال مستمرة. فالحروب بيبقى من الصعب انها مش زي الانفلونزا، يعني نشوف كده تاخد لها كم يوم. هي لا، الحروب بيبقى فيها آليات بتاعتها اللي بتغذي فكرة العداء وفكرة القسوة وفكرة ان الواحد عايز يكسب الحرب، وأيضا محاولات قوى أخرى لا تجد مصلحة في استمرار هذا النزاع أو الصراع، وبالتالي بتحاول انها تصل الى نقطة وقف اطلاق النار، ثم بعد ذلك مفاوضات الى اخره. نفس المسألة موجودة دلوقتي في الشرق الاوسط، يمكن لان احنا مش متعودين على كده. يعني ما ننساش ان حرب غزة الخامسة سبقها 4 حروب، وكان في 3 4 حروب كمان بين حزب الله واسرائيل برضو كل منهم. فالباترن كان او النمط الصراع كان دايما بنتكلم على بين 4 و6 اسابيع. المرة دي لا، الصراع واخد حالة انفلات شديد، ومن ثم القوى اللي بتحاول انها تلم الموضوع احرزت بعض النجاحات لما حصلت هدى وأدت إلى تبادل الأسرى والرهائن، وأدت إلى نوع من النفس كده. فشلت نفس القوة في أنها تجعله يستمر لفترة أطول من ذلك. حاليا في محاولة كبيرة لهذا الموضوع لم تثمر بعد نتائج، في مقابل أنه نطاق الحرب عمال يتوسع، يتوسع على الجبهة اللبنانية، يتوسع على الجبهة السورية، يتوسع حتى في تدخلات في العراق مع القواعد الأمريكية، الحوثيين في البحر الأحمر. فعندنا نوع من يعني شعل كثيرة تنتظر إنها تبقى حريق واحد. لكن في الجانب المقابل في جهود كبيرة، يعني جهود استمرار لموضوع الهدن المتعددة اللي بتتم، وفي جهود أكبر لخلق مسار. يعني في الحقيقة مصر كانت مبكرة من أول الحرب لما انعقد مؤتمر السلام هنا في القاهرة، وبعدين أول ما اللي بيسموه بلو برينت أو يعني خطة للتعامل مع الأزمة برزت في بيان للدول التسعة اللي بعد مؤتمر السلام. ومن ساعتها الموضوع ده عمال خدته الحكومة الأمريكية وبدأت تسعى فيه. النجاح لسه مش قريب، لكن في جهد فائق، يعني بتحاول سواء الدول العربية الآن، يعني متوقع بعض الأحداث الأكبر شوية من مجرد مبعوثين أو مفاوضات، وإنما تأخذ شكل قمم، محاولة الحصول على تأييد دولي من طريق الأمم المتحدة أو غيره. أنا مش عايز يعني أتكلم في النقطة دي إلا إذا أنت حبيت تسألي عليها.